السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السوق ديال النازداك كيف كتشوفوا معايا الان كيو صح سيدي كيسحاب ليا راك مصور الساعة وراكش على الكاين الغلط كيما ديما 3 كونترا كندخلو ب 4 كونترا هاهي كيما مكتوب هنايا 4 كونترا كنستافدو من 3 ندازت لي كونترا اللي كيعطيونا 150 دولار وكونترا وحدة كما هو ملاحظ هنايا كنخليوها كنخليوها تعوم في البحر ديالها يعني الا جات الا جات لنا وعطاتنا هادي مزيان وكما كتشوفوا الستوب لوس كان هنايا انفو ضرب الهدف الاول تحول ستوب لوس للدخله يعني دابا الى رجع لي السوق كنكون رابح 150 دولار الى عطاتنا فهاد الكونترا مازال عطانا راه غادي نربح الدولارات حنا غادي مع دابا كما كتشوفوا ضرب ليا في ستوب لوس وخرجني السوق يعني استفدنا من ربعات لي كونترا استفدنا غير من 3 كونترا 150 205 وقيل يكون ستوب لوس تحول وقيل الان بوان كان دخل وقيل هنايا وتحول الان بوان يعني استفدنا دابا بكذا كونترا عطاتنا 205 دولار الاميني كنشوفو واش كاين شي سين باش ندخلو هنا كما كتشوفو كاين الأمة ديال 25 هو بالأخضر والأمة ديال 50 هو اللي بالأحمر والأمة ديال 100 ديال 100 هو اللي بالزرق كيفاش كنخدمو بهادي كنخدموها في الشارت ديال 5 دقائق كنتسناو ديما تكون شي طونطونس اوسيغ بحال هكا تكون طالع ما كنشوفوش حنايا بحال هكا فاش كتكون بحال هكا ولا كتكون غادا بحال هكا عاوتاني كنشوفها في طونطونس اوسيغ خاصة يا اما كتروبوندي على الامة ديال 25 يا اما كتروبوندي على الامة ديال 50 كما كتشوفوا دابا الى نزلات الامه ديال 50 كنحطوا حنا واحد الاوردر ديال الباي هنا ما كندخلوش في السوق حيت ما كنعرفوش واش يقدر ينزل حيت الى قاص الزرق راه يقدر ينزل وحنا غادي نكونوا خاسرين الا دخلنا معاه في الاحمر يعني في الامة ديال 50 يعني حنايا كنتسناوه يروبوندي ما روبونداش ونزل الزرق حنا راه مازال ما دخلنا في السوق لحقاش حاطينه هنايا فوق من الخضر بشويه لحقاش الى روبوندا وطلع وفات الخضر وفات لينا هذا الخضر
وهنحطين اوردر هنايا راه غادي يطلع، غيقيسها كما كتشوفوا دابا، غادي يقيسها وغادي يطلع وغيعطينا ان بوان ديالنا. يعني هنا ما دايرش البوان، نشوفوا لي بوان ديالنا اكي البوان. يعني كما كتشوفوا هو كان ورقة عاطينا البوان ديالنا كما قلت لكم، كما كتلاحظوا في الشارت ها هو روبوندا في الامد الخمسين، كنا حاطين هنايا او عطانا ان بوان، يعني دخلنا من هنايا ونخرج من هنايا، دخلنا في الخمسين ونخرج في الخمسين، عطانا ان بوان. وكما احنا ديما كنخدموا على كاتر كونترا، كنخدموا على كاتر كونترا اللي كنستافدوا، اللي كنديروا في الهدف الاول 3 كونترا وكنخليه وحده، يا اما غتمشي للهدف الثاني، يا اما غضرب في ستوب لوس اللي كيتحول ديريكت مول الدخله. وكان ربحوا 150 دولار في 3 كونترا، الى عطانا في 4 كونترا راه مزيان. هما كما كتشوفوا، كما موضح في الشارت، كما موضح في الشارت روبوندا درنا هنا في 50، او اصلا دابا في 50 طلع. هذه استراتيجيه اللي وينر صراحه اللي كنخدم بها، كتسنى لو بون مومون باش تدخل. كما كتشوفوا دابا كون دخلنا كون عطانا السوق ونكونوا معاه، لكن جيت معطل باش كنشرح لكم ونعطل. كما كتشوفوا هنايا عدد الذهب كان في طوندونس هوسيير. كون كنت دابا انا هنايا كون حطيت اوردر ديال الباي هنايا، ولكن فاش غادي نشوف ضرب في الزرق ولا نزل على الاحمر بزاف وضرب في الزرق، غادي نخرج، غادي نحيد هذا الاوردر اللي كان كيتسنى، ما غاديش ندخل مع السوق، يعني غادي نتسنى يتقلبوا يولي الخضر لتحت كما غادي نشوفوا. ها هو هنايا كيولي الخضر لتحت عند 25 50 100 كيتقلبوا، وكنقلبوا عاوتاني المعادله، ما كتبقاش هذيك المعادله ديال كتولي. خصنا نشوفوا شي اكزامبل لا يعطينا باش تفهموا الا كان نازل. فحال دابا هذا نازل روبون دالين على الاحمر لل 50، كنحط اوردر هنايا ديال السيل، الى اخترق ومشى الزرق كنانيوليها بقاش باقي ما دخلتش في السوق. روبوندا وضرب ليا في الاوردر وفات الخضر 100% غادي يكمل 100% كما كتلاحظوا حتى هنايا. ولكن هنايا كما قلت لكم ماشي ديال التداول، خاصها تكون طوندونس بيسيير ولا هوسيير باش ندخل. يلا تحلوا لي مارشي دابا كيفاش كتشوفوا واحد الفوليوم اللي كي عند الفولاتيليتي اللي كتكون عاليه بزاف، ما كتحل كيضرب لفوق كيضرب لتحت، يعني دي كونساي باش يدخل شي واحد في هذه الوقيته مع كيكون مخربق السوق ما عارفش فين يمشي، خلي واحد 15 مينوت 30 مينوت عاد تدخل في السوق كيكون ستابل، كتعرف اصلا فين غيمشي، كتعرف لي سيني، لانه واخا يعطيك سيني بانه راه غادي ينزل ولا غادي يطلع مخربق بزاف، يعني كيضرب الفوق لتحت، فهاد الطلعه وهاد النزله يقدر يخسر لك فلوسك كامله.
يعني المارشي ديال زد بي زد ان لي بون تريزور كيمشيو ماشي بحال الناسداك ولا بحال الاميني كيمشيو ب 12.5، ولكن كيمشيو ب 31، كيمشيو ب 31.5 يعني في كل تيك 31، غيضرب لك 31 تيك الاولى، تيك الثانيه 31، راه حنا ولينا في 62 ولا 63. يعني الا مشى طلع لك غير شحال من تيك، شحال من تيك، الا مشى طلع لك غير هنا راه دير لك واحد 1000 ولا 2000 ولا ما عرفتش شحال. يعني دي كونسي، يعني واخا راه غادي ينزل ولا غادي يطلع، يعني انت دايره غادي يطلع، ولكن راه كيضرب لك، غيضرب غيخسرك وغادي تم طالع. الا عطاك من الاول راه مزيان، ولكن دي كونسي الصراحه خاص السوق يكون مخربق بزاف. كيما كتشوف شحال نزل شحال نزل، اللي كنتي دايرو انت طالع طالع ما يعطيش لك من الاول. انت كيما كتشوف راه طالع ولكن ما عطاش لك من الاول، راه خصو شحال خسرك. شوف هنا راه كاين شي 3000 دولار ولا 2000 ولا 2500، شحال يكون عندك انت باش غادي تكون صابر معايا؟ يلا تحل السوق، يلا يعني حتى الفوليوم، ما هو الفوليوم ما نشوف 15h45 14h45، فوليوم عالي عالي تاع ديال البارح او البارح فين كاين. يعني يلا تحل صعيب. هنا دابا كنشوفو الاوبورتونيتي شنو كاين، شنو واش حتى هو يلا تحل هنايا. شوفكم دخلنا قبيله ويعطيك كليك ان دي كونسي. دابا هاو داك البترول يعني كون حطيناه هنايا، اون فوا غادي نشوفو ضرب في الزرق غنخرج بحال هادي، ما غاديش نتريدي معاه. شوفو الين يلا تحل السوق، يعني مخربق بزاف. Order filled. صراحة كنت بغيت نحول للستوب لوس، وبغيت نحول حقاش ما دخلتش باستراتيجي كيما هي. الله خير. كتشوفوا السوق ديال الناسداك فولاتيل بزاف. الوغ لونتخي ديالنا حولت ستوب لوس، stop filled. كما كتشوفوا 320 كانت عندنا 205، دابا 320. Order submitted. Order submitted. أنا ترجعت تاخذنا كما كنت شرحت لكم من قبل.
ما كانتش لا طوندونس هوسيغ order filled او واخدانا